يعني كانت لدي معلومة مؤكدة ان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي واخد قرار في حال نجاحه في انتخابات النادي الاهلي، وانا قلت ده وقت الانتخابات، ان في حال نجاح الخطيب في انتخابات النادي الاهلي حسام البدري لن يستمر داخل النادي الاهلي. طب هنا السؤال بقى اللي عايز اساله لك، النهارده كان في اجتماع مع حسام غالي. كابتن محمود الخطيب، وقيل ان هو هيبقى مش عارف منسق فريق الكوره. مش فاهمها ايه، لان انا عندي مدير رياضي منسق قطاع الكره. انا عندي مدير رياضي كابتن زيزو، وعندي لجنه كوره، وعندي مدير كوره، ودلوقتي يعني ايه؟ طيب بص حضرتك، هو حسام غالي بيرفض منصب مدير الكره في التوقيت ده. هو بيرفض منصب مدير الكره لانه هو مش عايز يكرر تجربه وائل جمعه. وخلي بالك اي يعني مسؤول سيتولى المسؤوليه بعد سيد عبد الحفيظ سيواجه ازمه كبيره جدا. لان هو الوحيد من اللعيبه الصغيرين المعتزلين مؤخرا ديت يعني في الفتره العشر سنين اللي فاتوا، هو الوحيد اللي نجح في المنصب ده. ويمكن بعد رحيله كل لما بيمشي سيد عبد الحفيظ بيحصل مشاكل اداريه كبيره جدا. وبالتالي حسام غالي يعي للازمه دي، خصوصا هو كان لسه زميلهم. رقم اثنين، هو مش عايز يكرر نفس التجربه بتاعت وائل جمعه، ان هو يخرج من الملعب يتم وضعه في مسؤوليه كبيره زي مسؤوليه مدير الكره، ويتم وضعه في مقارنه مع سيد عبد الحفيظ. خلي بالك شخصيه سيد عبد الحفيظ شخصيه متزنه جدا وبيعرف يحتوي اللاعبين، عكس حسام. عكس حسام غالي وعكس وائل جمعه. ومن هنا بتاتي ليه فكره سيد عبد الحفيظ بينجح في منصب مدير الكره، بيجي على عبد الصادق بيفشل بيمشي، بيجي وائل جمعه بيفشل بيمشي. ليه فكره سيد عبد الحفيظ بيعرف يحتوي اللاعبين؟ حتى لما كان الناس لما تفتكر ازمه احمد فتحي مع سيد عبد الحفيظ وقت العرض السعودي، احمد فتحي يمكن سيد عبد الحفيظ برضو احتوى وقتها الازمه واجتمع ب اذا قرار هو تعيين منسق لقطاع الكوره. هو الاتجاه هو عايزين يستفيدوا من تواجده، من اسمه طبعا الكبير جدا، لكن في نفس الوقت هو حسام البدري بيرفض ان هو يكون متواجد، ومتخوف من خوض طبعا تجربه منصب مدير الكره. طيب هنا السؤال في التوقيت الحالي، هنا السؤال بقى سيد معوض، احمد ايوب، طارق السليمان، بس كابتن سيد عبد الحفيظ في حال التولي مدرب اجنبي، وهو طبعا الاقتراح الاقرب بنسبه 90% لغايه لما يتم الاعلان بشكل رسمي، سيتم تغيير الجهاز المعاون بشكل كامل، الجهاز الفني كله بشكل يعني كابتن احمد ايوب كابتن سيد معوض هيديروا فقط ماتش المصري بالظبط اللي هو كمان اربع خمس ايام، ده يوم 22. بص هو مجلس الاداره واخد قرار بعد نجاحهم في الانتخابات بتغيير كل من كان متواجدا في الفتره السابقه في عهد محمود الخطيب. في الغالب كده هيجي بالجهاز بتاعه. حط برضه في دماغك كويس قوي تصريح كابتن محمود الخطيب وقت انتخابات النادي الاهلي، ان رقم واحد عنده هو الولاء والانتماء للجبهه او لفكره هو كمحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. طيب.